طائرة مسيرة غامضة ظهرت فجأة فجر هذا اليوم في قلب العاصمة العراقية بغداد، وانفجرت في ظل ظروف غامضة وفي ظل شحة كبيرة جدا في المعلومات حول فعلا ما جرى لهذه الطائرة المسيرة. وبحسب المصادر الأمنية التي تناولتها العديد والعديد من وسائل الإعلام وتناقلت تفاصيلها، إن الموقع مثير للغاية لانفجار هذه الطائرة بالهبوط مباشرة بالقمر الصناعي بهذا الشكل، سنجد بأننا أمام جسر الصرافية وبأننا أمام موقع مهم جدا، ألا وهو مقهى البيروتي الذي انفجرت فوقه الطائرة المسيرة بحسب هذه المصادر الأمنية. ولكن الموقع كما تحدثنا هو مثير للغاية وقريب من منطقة مهمة جدا، ألا وهي المنطقة الخضراء التي طبعا تأتي بهذا الشكل التقريبي. كما ترون هذه هي تقريبا الحدود للمنطقة الخضراء التي تأتي بهذا الشكل، وهنا تأتي السفارة الأمريكية بهذا الاتجاه تقريبا. والموقع الذي سقطت فيه الطائرة أو انفجرت حقيقة فيه الطائرة هي تأتي بهذه المنطقة، وهذه المنطقة ومن أجل أن تكون الطائرة وأن تدخل هذه الطائرة من هذا الاتجاه إلى المنطقة الخضراء هي بحاجة فقط إلى قطع 3.9 كيلومتر فقط لتدخل إلى المنطقة الخضراء، بل إنها أيضا لكي تصل إلى السفارة الأمريكية هي بحاجة إلى أن تقطع مسافة 5.4 كيلومترا تقريبا لكي تصل إلى السفارة الأمريكية. لذلك هذا الموقع خطير للغاية وموقع قريب للغاية من السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء، خاصة وأن أيضا إذا ما ألقينا نظر على طبيعة الانفجار الذي حدث أو تعرضت له هذه الطائرة هو يوضح عددا من الأمور. كما نلاحظ الأشلاء هنا بهذا الشكل لهذه الطائرة هي مهشمة تماما، الهيكل مهشم تماما لهذه الطائرة، على الأقل مما تم توفيره أو مما تم نشره من صور لهذه الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها بهذا الشكل. وهذا يوضح بأنها فعلا قد تكون وكانت محملة بالتي ان تي ومحملة بالمتفجرات بشكل عال، وخاصة أن طبيعة هذا الانفجار كما تحدثنا هي لا زالت في غموض عال للغاية. الطائرة كما تحدثنا هي سقطت بهذه النقطة تقريبا، لم تكن هنالك أو لم يكن هنالك عملا لمنظومة السيرة من أجل التصدي إلى هذه الطائرة، خاصة وأن المسافة بعيدة للغاية. السيرام تغطي فقط المنطقة وتحمي المنطقة التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية والمباني التي طبعا تأتي إلى جنبها. كذلك لم يكن هنالك مثلا إطلاقا للنار من القوات الأمنية العراقية تجاه هذه الطائرة، مما أدى إلى انفجارها. وطبعا المصادر الأمنية تناقلت بأن هذه الطائرة المسيرة تعرضت إلى خلل فني وعلى أساسه انفجرت بهذا الشكل. وحتى وإن كان هذا الخلل الفني هو يأتي بهذا الشكل، فكان من الممكن للطائرة المسيرة أن تسقط بشكل طبيعي، أن يكون حرقا بسيطا في الهيكل أو ضررا معينا، لا أن تهشم بهذا الشكل. وهذا ما يعزز حقيقة أن الطائرة المسيرة هذه قد تكون فعلا كانت مفخخة بالتي ان تي بشكل عال. وكذلك أن المثير بهذا الأمر وما يعزز بأن هذه الطائرة المسيرة قد تكون فعلا هي كانت في طريقها إلى السفارة الأمريكية ولكنها سقطت في هذه المنطقة بسبب هذا الخلل الفني في المتفجرات الخاصة بها أو بخلل معين في الطائرة بشكل عام مع المتفجرات المرتبطة بها، هو حقيقة أن هذه الطائرة تأتي قصتها بعد 4 أيام فقط من ظهور طائرة ومهاجمة طائرة مسيرة واحدة أيضا على قاعدة عين الأسد المهمة للغاية والتي يتواجد فيها مستشارو التحالف الدولي، والتي طبعا تمكنت قاعدة عين الأسد والمنظومات الدفاعية الموجودة فيها من إسقاط هذه الطائرة التي هاجمت قاعدة عين الأسد طبعا الجمعة الماضية بهذا الشكل، وطبعا في الساعات الأولى من الجمعة الماضية. وعلى هذا الأساس طبعا هذه الأمور وظهور هذه الطائرات التي نتحدث عنها في قاعدة عين الأسد، ظهور هذه الطائرة فجر هذا اليوم، كذلك أيضا كان هنالك قبل عين الأسد وقبل ظهور هذه الطائرة هجوما على قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا، هي كلها تأتي متزامنة مع تطورات كبيرة جاءت وأعلن عنها ديفيد إغنيشيوس
في حينها، وبعد ذلك شهدنا هذه الطائرات المسيرة عندما قال بأن مسؤولا أمريكي أبلغه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترك مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وأنه لن يقوم بهذه الحركة أبدا. ولكن يوم أمس كانت هنالك تفاصيل جديدة قادمة من شخص، وهو طبعا لورنس نورمان، وهو شخص مهم جدا في الوول ستريت جورنال، نشر تفاصيلا هو مطلع عليها تماما وقال الآتي: وفقا لمعلوماتي وخلافا لبعض التقارير لم يكن هنالك قرار نهائي بشأن رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب. ما حدث هو استبعاد من جانب الولايات المتحدة لفعل ما يريده بعض الأوروبيين وربما البعض الآخر منهم، خفض الخسائر وقبول التكلفة السياسية وإغلاق الصفقة. ما الذي يقصده هنا بالنسبة إلى لورنس نورمان؟ هو يقصد بصريح العبارة عن أن الأوروبيين يبحثون إلى إنهاء مسألة الملف النووي، أي بما معنى يا أيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ارفع الحرس الثوري من العقوبات ومن لوائح الإرهاب، دعنا ندفع هذا الثمن ودعنا نعود إلى الاتفاق النووي وإنجاح هذه الصفقة بهذا الشكل لأنه أفضل لنا وأفضل للعالم، لأن إيران حتى هذه اللحظة يجب أن لا ننسى بأنها لا زالت تخصب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزية متقدمة للغاية بنسبة 60%، ولا زال هنالك إنتاجا كبيرا لليورانيوم بهذه النسبة العالية للغاية بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه يفتح الباب أيضا لها مع الوقت للوصول إلى 90% من تخصيب لليورانيوم، مما يجعلها قريبة جدا. إلى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، هذا طبعا سيجعل الشرق الأوسط بأكمله في مرحلة تسابق للتسلح النووي، ودول مثل المملكة العربية السعودية أو تركيا أو غيرها ستفكر تماما بالوصول إلى هذه القدرة كذلك من أجل أن يمتلكون نفس الإمكانيات. وبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون في مشكلة حقيقية جدا، خاصة وأنه وعد، وأحد الوعود الرئاسية الخاصة به هو إنجاح الاتفاق النووي وأن لا تصل إيران إلى هذه المنطقة بهذا الشكل طبعا الذي نتحدث عنه. والأوروبيون هنا طبعا يركزون، وهنالك ما يدعم الأمر وما يدعم ما يتحدث عنه الأوروبيون في هذه المسألة، بل يزيد من خطر مسألة تخصيب اليورانيوم، أن هنالك دراسة جديدة صدرت من ديفيد أولبرايت وكذلك من سارة بيركرد، تحدثت بأن نسبة 60% كافية لإيران للوصول إلى القنبلة النووية. وطبعا هذه الدراسة هي صدرت بهذا الشكل من قبل معهد العلوم طبعا للأمن والأمن الوطني، بهذا الشكل صدروا هذه الدراسة التي صدرت قبل 48 ساعة من الآن، والتي قالت بشكل واضح بأن في حالة تأخر مسألة الاتفاقية النووية كما هو حادث الآن واستمرت الأمور، وطبعا إيران ستكون مستمرة كما تحدثنا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ووصلنا إلى تاريخ 21 أبريل الحالي، فهذا سيمكن إيران من الوصول وإنتاج من 40 إلى 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وبحسب هذه الدراسة فإن هذه النسبة وهذه الكمية من اليورانيوم المخصبة بهذه النسبة هي كافية لإيران للوصول إلى تحقيق متفجر نووي، وبالتالي هذا المتفجر النووي هو مساو إلى سلاح نووي خطير للغاية. بل إن هذه الدراسة أيضا أكدت واستندت إلى الوثائق التي تمكن طبعا الحصول عليها الموساد الإسرائيلي في عام 2018 من إيران، وعرضها في حينها الرئيس الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أكدت بأن هذه الوثائق جزء منها هي دراسة مهمة جدا من قبل الإيرانيين حول كيفية القيام بالتجارب النووية، ووجدت فعلا بأن إيران بالتجارب النووية والدراسات التي وصلت إليها فإن تخصيب اليورانيوم بهذا الاتجاه بنسبة 60% ممكن لإيران، وسيمكن إيران من أن تقوم بعملية تجارب نووية تحت الأرض وغيرها من هذه التفاصيل. إلا أن القنبلة النووية التي تتحقق في ظل هذه الظروف أو المتفجر النووي سيكون مضغوط نسبيا مقارنة بالقنبلة النووية التي ممكن أن تتحقق بنسبة 90%. وكذلك ديفيد أولبرايت وسارة بيركرد لم يستبعدوا حقيقة أن إيران ممكن أن تصل إلى 90% بسرعة كبيرة جدا في هذا
في هذه العملية وفي هذه اللحظات وفي هذه الأيام مما يوصلها إلى 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% ويصلون إلى القنبلة النووية. أي بما معنى باختصار أن هذه الدراسة توضح أن الوقت أصبح صعبا على الولايات المتحدة الأمريكية، والوقت أصبح أفضل وأفضل بالنسبة لإيران، لأن إيران بال60% تستطيع تحقيق ما تريد تحقيقه، ألا وهو تأسيس حقيقة بأن إيران دولة نووية الآن، وبالتالي هم يريدون إنهاء هذه الأمور لكي يمنعوا الوصول إلى هذه النقطة، وكذلك التركيز على أمر مهم بالنسبة لهم كأوروبيين طبعا. ولماذا هم ضغطوا بهذا الاتجاه؟ هم يريدون أيضا بعد إنهاء إيران يريدون أن يركزوا على القضية الأهم، ألا وهي ما يجري من روسيا والحرب الكبيرة جدا التي تجري بين روسيا وبين أوكرانيا. يجدون بأن التدخل العسكري في أوكرانيا هو الأخطر على المستوى الجغرافي، على المستوى الدولي صراع كبير جدا يجري في بين روسيا طبعا وبين أوكرانيا والعالم بأكمله، خاصة أن هنالك تطورات تجري على مستوى حلف الناتو، هنالك أنباء أصبحت شبه رسمية الآن بتصريحات من شخصيات رسمية بأن فنلندا والسويد ستصبحان جزءا من حلف الناتو في الفترة القادمة، مما يصعد من عملية الصراع بشكل كبير. كذلك هنالك قضية متعلقة باستخدام السلاح الكيماوي في أوكرانيا، تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكية الحالي أنتوني بلينكين وقال بأن لدينا معلومات تؤكد بأن سيكون هنالك استخداما من السلاح الكيماوي من قبل روسيا، معلومات استخبارية اعتمد عليها بهذه التصريحات، وبريطانيا حذرت من هذا الاستخدام. وفعلا ومنذ يوم أمس هنالك أنباء خطيرة تتحدث بأن ما يجري في مدينة ماريوبول الموجودة بهذه النقطة تقريبا، والتي هي طبعا تعتبر جزءا مهما جدا من إقليم دونباس، وكذلك أنها مطلة على بحر آزوف، أن المعركة التي جرت ولا زالت تجري حتى هذه اللحظة في ماريوبول الذي جرى بأن طائرات مسيرة بحسب التقارير الاستخبارية وما يتم التحقيق فيه، طائرات مسيرة روسية كانت تحمل سلاحا كيماويا قامت باستهداف مباشرة مصنع مهم جدا وهو مصنع أزوفستال، وهذا المصنع لا تريد روسيا من تدميره، تريد دخول هذا المصنع وهذه المصانع من دون تدميرها، وبالتالي استخدمت هذا السلاح الكيماوي الذي بحسب تصريحات جاءت وبحسب معلومات جاءت تحصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأوكرانية من الجنود الذين الأوكران طبعا الذين يقاتلون في ماريوبول في هذا المصنع تحديدا الذي ذكرته لكم، قالوا بأنهم تعرضوا إلى حقيقة إلى أثر، تأثرت الأعصاب الخاصة بهم طبعا، أعصابهم تأثرت، وكذلك كان هنالك شللا في القدرة الحركية بالنسبة إليهم من دون أن يؤدي إلى مقتلهم، تحقيق كبير جدا وتهديدات خطيرة وقوية على أعلى المستويات من قبل بريطانيا ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ثبت هذا الأمر. لذلك هذا الأمر هو الأهم الآن أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لننهي هذا الاتفاق النووي، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض إلى الكثير من الضغط. فمثلا الواشنطن تايمز أكدت مؤخرا بأن 500 إيراني طبعا من الأمريكيين الإيرانيين طلبوا برسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لا ترفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وكذلك هنالك رسائل كثيرة ومتعددة، منها هذه الرسالة التي كانت قادمة من مجلس الشيوخ الأمريكي، و14 سيناتورا جمهوريا أرسلوا هذه الرسالة يطالبونه بنفس الطلب، وبالتالي الرئيس الأمريكي في موقف صعب في مسألة الحرس الثوري الإيراني التي طبعا واضح جدا بأن الحرس أو إيران مصرة على هذا الشرط بشكل هائل وتريد رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.